لهذين العنوانين. ثم إذا وقفنا على أخلاق الصحابة وعلى أخلاق التابعين، حتى إذا وقفنا على أخلاق الكرام من العرب حتى قبل الإسلام، نجد أن هذين البابين يرفعان من الإنسان. إحنا إذا رجعنا إلى الأدب وإلى أخبار العرب، نجد أن بعضا من الناس وبعضا من الرجال لا يزال اسمهم مذكور، يقرن ببعض هذه المقامات: مقام العفو، مقام الصبر، مقام ترك الانتقام وترك الرد على السيئة بالسيئة. لذلكم دعانا النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نكون إماعة، قال: لا تكونوا إماعة، إذا أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم، ولكن وطنوا أنفسكم على محاسن الأخلاق، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أحسنتم. ارتبطت هذه الأخلاق ببعض الأسماء في التاريخ، في تاريخ البشر. إذا ذكرنا الأحنف بن قيس، يمثل لنا منظومة من العفو، منظومة من الصبر، منظومة من تحمل مشاق الناس. إذا رجعنا إلى أخلاقه، يقال أن هذا الرجل كسب أو مسك زمام الصبر والعفو. يأتيه الرجل فيسمع أن الأحنف بن قيس لا يغضب، رجل لا يغضب، وهكذا صفة الرجل الحقيقي وصفة الكبير، كبير القوم، كما قال القائل: ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كبير القوم من يحمل الحقد. أحنف بن قيس يسمع الرجل بأن هذا الرجل لا يغضب، أنها لا ينفعل ولا يجزع من أحد، فيقول: أنا سأغضب الأحنف. فينتظر الرجل على قارعة بيته، فيخرج من بيته فيتلفظ له بألفاظ سيئة، يعاير هذا الرجل ويسبه ويشتمه وهو يمشي معه من غير أن يرد عليه بكلمة واحدة. ففي فترة وقف الأحنف حينما شارف على مجلس قوم، هو يريد من الأحنف أن ينجعز أو أن ينفعل، أن يغضب، أن يرد عليه بمثل إساءته، لم يدع لفظ سوء إلا نعته به. فالأحنف لم يرد بشيء، فجأة توقف وقال: يا أخ العرب، إن بقي عندك شيء من هذه الألفاظ أو هذه المشاتمة فقلها لي الآن قبل أن أصل إلى قومي فيسمعون كلامك فقد يقعون فيك، معناه قد لا يصبرون عليك. فيتعجب الرجل، قال: يا أحنف، مما تعلمت الصبر؟ مما تعلمت العفو؟ قال: تعلمته من قيس بن ثابت، كان محتبيا في مجلسه، هذا يد على يد على ركبتيه، فجاءه أخوه أو جاءه ابنه وأخوه يحملان شابا وهو ابن أخيه مكبلا معناها يده، يكبلان يده، يربط اليد تاعه، فأجلسانه أمام قيس بن ثابت، فقالوا: يا قيس، إن هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال: فوالله ما حل حبوته، أنها لم تفارق يده أو يده اليمنى يده اليسرى. قال: فكوا وثاقه، لما أرهبتموه؟ ثم خاطبه بألفاظ من القلب إلى القلب، قال: يا ابن أخي، لما هدمت ركنك؟ لما هدمت ركنك؟ لما أصبت نفسك بسهمك؟ أنا هذا كان ابن أخيك، ابن عمك، هذا كان من عدتك، هذا كان من قومك، هذا كان من قوتك، هذا كان من كثرتك، فلما أصبت نفسك بسهمك؟ ثم قال: دعوا الابن ولا ترهبوه. وقال لابنه الآخر: يا ابني، خذ 100 ناقة وأوصلها لأمك دية على ابنها، فإنها غريبة عنا. قال: وما حل حبوته؟ أنها أخلاق عظيمة جدا في الصبر. نحن اليوم لأجل أبسط الأخلاق وأتفه الكلام يقع الرجل في أخي وهو صائم. إذا نحتاج أن نضبط